أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم. وجزء صغير قبل البداية بنتناول فيه مواصفات الورقة الامتحانية، لأنك لو أنت قدرت تفهم وتعرف حدود الورقة وطريقة التعامل معاها قبل ما تدخل، ده يسهل لك الأمر كتير. طيب، الورقة الامتحانية في الأحياء زي الكيمياء زي الفيزياء زي الجيولوجيا، الأربع مواد لهم طبيعة واحدة في طريقة التعامل، فالكلام اللي أنا هقوله على الأحياء ينطبق تماما على الثلاث فروع الأخرى: كيمياء، فيزياء، جيولوجيا. إيه بقى طبيعة الورقة الامتحانية؟ الورقة الامتحانية عبارة عن كراسة زي اللي أنت بتحل فيها دايما. الكراسة عبارة عن 28 صفحة، 28 صفحة زي أي كراسة بالنسبة لك عدت عليك قبل كده. نمرة 2، ال 28 صفحة بيحتوى على كم سؤال؟ 45 سؤال. يبقى أنت عندك في الكيمياء 45، في الفيزياء 45، في الأحياء 45، وفي الجيولوجيا أيضا 45. ال 45 سؤالنا في الأحياء وكل فروع العلوم مقسمة إلى جزئين: 30 سؤال كل سؤال بدرجة، و 15 سؤال كل سؤال بدرجتين. يبقى أنت لو جمعت كده هتلاقي 60 درجة. 30 سؤال في درجة ب30 درجة، 15 سؤال بدرجتين، وبالتالي هيبقى دول 30، إذا المجموع بقى 60. كلنا عارفين إن الأربع مواد كلهم نقدر نقول عليهم إن هما الدرجة بتاعتهم من 60، والزمن بتاع الامتحان برضو 3 ساعات، كلنا عارفين ده من قبل ما ندخل. طيب، بالنسبة للورقة الامتحانية بالنسبة للأحياء هنجد فيها 33 سؤال إجباري. يعني ايه اجباري؟ يعني انت مضطر تجاوب هذا السؤال وليس هناك بديل اخر. بينما ستجد ان هناك 12 سؤال من ضمن ال 45 دول بيخيرك في كل سؤال ما بين سؤالين، بمعنى ان يقول لك اختر او اجب عن احد السؤالين، ويديك سؤال ويديله حرف الالف ويديك سؤال وحرف الباء. خلي بالك ان السؤالين اللي انا هخيرك ما بينهم في الورقه الامتحانيه لازم تبقى فاهم عنهم 3 حاجات. النقطة الأولانية إنهم لازم يكونوا من نفس الفصل، يعني لو كان السؤال ألف من فصل التكاثر يبقى السؤال ب أيضا من فصل التكاثر، لو كان ده من المناعة يبقى الآخر من المناعة، يبقى متفقين في الفصل. 2، متفقين في طبيعة السؤال، بمعنى لو كان ألف سؤال قارن تبقى ب قارن، لو كان السؤال ألف مصطلح علمي تبقى ب مصطلح علمي، يبقى هنا طبيعة السؤال واحدة في الاختيارين. نمرة 3، مستوى السؤال، بمعنى لو كان ألف بيقيس تذكر يبقى ب برضو بيقيس التذكر، لو كان ألف بيقيس ف يبقى ب بيقيس ف، لو كان ألف بيقيس مستويات عليا تطبيق أو تحليل يبقى كذلك ب. يبقى متفقين في الفصل، متفقين في طبيعة السؤال، متفقين في مستوى المهاري للسؤال. ده مهم جدا عشان تبقى عارف. طيب، هتواجهك مشكلة، إيه هي؟ أنت دايما بتحب بتأمن نفسك، فلما تلاقي عندك سؤالين وبتختار ما بينهم ألف وباء، وخاصة لما تكون عارف ألف وعارف باء، فبتحب إن أنت عايز تجاوبهم، هل المساحة أسفل كل سؤال تقدر تستوعب إن أنت تجاوب ألف وتجاوب باء؟ قد لا تستحمل أو لا تستوعب. طب إيه الحل؟ هجاوب ألف في مكانه الطبيعي وليكن، أو باء في مكانه الطبيعي، وبعدين أرجع بقى في المسودة آخر الكراسة أقول إجابة السؤال رقم 38 ب، وأنا كنت مجاوب ألف، يبقى ب جاوبته في المسودة وألف جاوبته في مكانه، أو العكس. بس خلي بالك إن المقدر هيقرأ هنا ويقرأ هنا، ويعطي درجة في ألف ويعطي درجة في ب، بس هيحسب لك الدرجة الأعلى ويحذف الدرجة الأقل، يبقى أنت المستفيد هنا. لكن خلي بالك إن أنت لو عملت الكلام دوت وجاوبت بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت، يبقى انت ما جاوبتش 45 سؤال، تبقى انت جاوبت 57 سؤال. ليه؟ لان انت عندك 33 سؤال اجباري وعندك 12 سؤال اختياري، كل سؤال في الاختياري بسؤالين، يبقى كانهم 24 مع ال 33 يبقى انت جاوبت 57، وده ارهاق عليك ده من ناحيه وتضيع وقت جامد. طب ازاي نقدر نقوم بهذا العمل بدون ما نخسر اي شيء؟ هنجاوب كل أسئلتنا الإجبارية الـ 33 والاختيارية إجابة أحد السؤالين فقط اللي احنا عارفينه، وبعد كده بعد ما أخلص الـ 45 سؤال أبص في ساعتي وأشوف هل الوقت المتبقي بالنسبة لي يتحمل إن أنا
ارجع للاسئله الاختياريه واللي كنت مجاوب فيها الف ارجع اجاوب ب، واللي كنت مجاوب فيها ب ارجع اجاوب فيها الف. ده علشان ابقى مرتاح نفسيا، علشان في حاله ان لو اخطات في احدهما ممكن الاخر يكون صحيح وبالتالي ما اخسرش الدرجه. نقطه برضو مهمه جدا، الاحياء تتميز بالرسومات، والبعض بيشتكي ان هو ما بيعرفش يرسم. اولا مفيش حاجه اسمها ما بتعرفش ترسم، لان مش مطلوب انك ترسم لوحه فنيه، لان انا لا اقدر الجمال في الرسم ولكن اقدر الدقه العلميه. وكمان هنخاف من بعض ليه؟ الرسم كله عليه درجتين، نص على دقه الرسم ودرجه ونص على البيانات. فاذا كان الرسم مقبول هياخد النص، ومفيش فيصال. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اديك ربع، ما اقولش الرسمه حلوه قوي نص ونص، لا، يا اما الرسمه مقبوله وهتاخد النص بتاعتها، يا اما الرسمه غير مقبوله تماما مش هتاخد النص بتاعها. طب والبيانات؟ لا، البيانات عليهم درجه ونص. طب الدرجه ونص دول لكام بيان؟ لثلاث بيانات. اي ثلاث بيانات صحيحه موجودين على الرسم هتاخد الدرجه ونص بتاعها. يعني المطلوب منك في سؤال الرسم ترسم رسمه دقيقه بنص درجه، وتكتب عليها اقل عدد من البيانات ثلاثه عشان تاخد الدرجه ونص. لكن يفضل ان انت تكتب كل البيانات خوفا ان يكون هناك بيان على الرسم اخطات فيه فما يتحسبلكش. يعني لو انا عندي رسمه الفقره العظميه وعليها ست بيانات، هاخد نص الرسمه واخد ثلاث بيانات بدرجه ونص، والباقي طبعا مش هتحاسب عليه. لكن لو انا كنت كتبت ثلاث بيانات فقط على الفقره وطلع بيان منهم غلط، انا هخسر النص. دي اهميه ان انت تحط كل البيانات على الرسم. الرسم يا جماعه بالقلم الرصاص، مفيش حاجه اسمها بالقلم الجاف. كمان حاجه تانية مهمه جدا، ان لازم يكون معاك استيكه في الورقه، او في اليوم اللي يكون معاك في الاحياء او في كل المواد تقريبا، لان اذا اخطات في الرسم تقدر تمسح، لكن ممنوع استخدام الكوريكتور. هنا بقول لا، ما ينفعش استخدم كوريكتور في تصليح اي عيوب. اخر نقطه اوجهها ليكم او نقطتين متعلقه بشكل الاسئله. شكل الاسئله عندنا سؤال اختيار من متعدد، يعني ديك راس سؤال واربع بدائل تختار ما بينهم. انت بتختار بطريقه معروفه انك تظلل الدايره اللي مكتوب فيها الحرف، يا تظلل دايره الالف او الباء او الجيم او الدال، بتظلل دايره واحده بس. طب لو اخطات تعمل ايه؟ اشطب اللي انت ظللته، خد عليه خط وظلل الاجابه الاخرى اللي انت متاكد انها صح. لكن لو ظللت الاجابتين باء وجيم او بديلين اتنين، في الحاله دي حتى ولو كان احد البديلين هو البديل الصح هتاخد صفر. يبقى انا خد بالي ما ظللش اتنين واقول هو بقى يختار، لا مش هيختار، هيديك صفر. مهم جدا تبقى عارف الجزئيه دي. كمان في سؤالين هتلاقي الجداول عندك جاهزه، اللي هي ايه؟ المقارنات والمكان والوظيفه، يعني مش هتسطر جدول في الورقه الامتحانيه. وبالتالي هتقدر تقارن من خلال الجدول المحطوط ليك، او تكتب المكان والوظيفه بالنسبه للسؤال. فالجداول مجهزه ومعموله جاهزه فتكتب عليها مباشره. صغر خطك وما تكبروش وما تسيبش سطر، لربما ان انت تحتاج اضافه ثانيه فيكون عندك متسع في الجدول او في مكان الاجابه. ما تكبرش خطك، ما تسيبش مسافات كبيره، خلي الاجابه متوازنه وشكلها بسيط. المسافه اللي ورا كل سؤال اكبر مما تتخيله، يعني مهما تكتب سيكون هناك فراغ كافي ثاني تقدر تضيف عليه لو انت عايز تضيف عليه. مهم جدا في بعض الاخطاء اللي انتوا بتقعوا فيه، هفترض سؤال بيقول لك اجب عن احد السؤالين واكتب المصطلح العلمي. بيخيرك ما بين الف وباء، الاثنين مصطلح علمي. فكتبت الف وكتبت المصطلح العلمي بتاع الف، وبعدين قلت بدل بقى ما يعني اتنقل للسؤال الثاني ما انا عارف ب، وبسرعه رحت كتبت ب وكتبت ايه المصطلح. عظيم، هقرا المصطلحين هشطب لك على واحد واقول عليه زائد واديك درجه اللي موجود طالما الاثنين صح. طب لو واحد غلط والتاني صح، كاني ما شفتش الغلط وهحسب لك الصح. طيب خلي بالك بقى، في ناس بتخطا ازاي؟ يكتب الف لكن لما يجي يكتب المصطلح يكتب مصطلح باء، او يكتب باء ويجي المصطلح يكتب مصطلح بتاع الف، عكس، وبالتالي هنا هياخد الصفر. كل دي شويه تنبيهات وارشادات ليك، علشان انا عارف ان اغلبكم في وقت الامتحان بيكون متوتر وقلقان، ويمكن ياثر ده على دقه الاجابه بتاعته. فانا من دلوقتي بقول لكم كونوا هاديين، وان شاء الله الامتحان هيكون سهل وبسيط وهتخرج مبسوط من الاحياء. شكرا لك.